هاي يا بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هقول لكم على 6 وصفات، 6 علاجات طبيعيه ببلاش تقدري تعمليها بنفسك عشان توصلي وتحسي بالسلام الداخلي واتزان العقل وانبساط الروح. اول علاج او اول وصفه هقول لكم عليها النهارده وهي المديتيشن، التامل. انا كشيماء انا هتكلم عن تجربتي. انا بعمل تامل على الاقل 3 مرات في اليوم، اول ما بصحى من النوم وفترة الظهر وقبل ما بنام. اول ما بصحى من النوم بيبقى عندي البابل الخاصة بتاعتي، انا بصحى بدري جدا. اول ما بصحى بعمل حاجة اسمها الالفا ميديتيشن، بحط العقل في ويف معينة، ودي بتبقى حلوة عشان الناس اللي هي عندها طموح وهدف وعايزة تحقق احلام، بتحضر المخ لبقية اليوم ان هو يبقى اكتف وبرودكتف، ان هو يبقى مخك شغال كويس ونشيط ويساعدك على التركيز وان انت تبقي منتجة اكتر، ويحطك على الخطة او بيساعد مخك ان هو يبقى على الخطة اللي انت كاتباها لنفسك، ان انت كل يوم تصحي من النوم مستعدة ان انت تحققي هدف جديد او تمشي في الطريق للهدف الكبير اللي انت عايزة توصل له. يعني ايه؟ في دراسة اتعملت في جامعة في نيويورك بتقول ان في ناس حطوها على التأمل، كل يوم كانوا بيعملوا تأمل على اقل نص ساعة لمدة 8 اسابيع. بعد ما الدراسة دي خلصت اكتشفوا ان الناس دي عندها زيادة في التركيز، الذاكرة بتاعتهم بقت احسن، والمود بتاعهم بقى جميل، بقوا مبسوطين اكتر. والاهم من ده كمان ان الانكزايتي او التوتر والقلق قل عندهم، وان هم بدأوا يقدروا يسيطروا على المود سوينج اللي هو المود بتاعنا اللي هو طالع ونازل، مرة فرحان مرة زعلان، ان هم بقوا بيقدروا بيعملوا ايموشنال ريجوليشن، بينظموا الايموشن بتاعتهم. فانصحك ان انت كل يوم على الاقل تعملي مديتيشن 5 دقايق اول ما تصحي من النوم. كده اول ما تصحي من النوم وانت قاعدة على السرير، اقعدي غمضي عينيكي، اقعدي قعدة كده ومربعي رجليك، واقعدي وما تفكريش في اي حاجة، اقعدي كده اسمعي ميوزك فاضية، ما فيش كلام، ميوزك بس، موسيقى، تمام. انصحكم بالالفا مديتيشن لو انت انسانة فعلا طموحة وعايزة تحققي احلامك. اكتبي على اليوتيوب الفا مديتيشن وحطي الهيدفون واقعدي كده مع الهيدفون بتاعتك وما تسمعيش لاي حد، اسمعي بس ليه 5 دقايق 10 دقايق. اول ما تصحي من النوم مش هياخد من وقتكم حاجة، ما تتحججوش. قلتلك وصفات النهاردة ببلاش، ومش محتاجة منك فلوس، محتاجة منك التزام، ومحتاجة منك شوية وقت صغننين. ساعات او احيانا او اوقات كتير في العصر الحالي بنحتاج ان احنا نعمل disconnect to connect، ساعات بنحب نفصل كده عشان نقدر نعمل connection تاني مع كل حاجة حوالينا. فانصحك بشدة بالتأمل عشان تقدري تشحني جسمك، تشحني عقلك، تشحني روحك، ان انت تقدري تعملي اتصال مع الناس اللي حواليك، مع البيئة اللي حواليك، مع كل حاجة حواليك. فلازم الفترة التانية تاخدي كده بريك مع نفسك وتنفصلي عن كل حاجة عشان ترجعي تاني بنشاط وحيوية. فحطي دايما في الجدول بتاعك مواعيد التأمل بتاعتك 5 دقايق الصبح اول ما تصحي من النوم. انا من النوع اللي بحب اخد نات كده قيلولة وقت الظهر، مش بنام بس اللي هو بغمض، بريح جسمي، بغمض وبعمل حاجة اسمها نيدرا ميديتيشن اللي هو اليوجيك سليب، اللي هو النوم بتاع اليوجينيز اللي هم بيلعبوا يوجا، اللي بيحطوا المخ كده في ويف ان هي الجسم بيسترخى والجسم بيشحن تاني عشان تقدري تكملي بقيه يومك، خاصه لو انت من الاشخاص اللي بتصحى بدري 5:30 و6 زيي. هتيجي على وقت الظهر كده الانرجي بتاعتنا بتبدا بقى ايه تقل، فانا لسه قدامي بتاع 10 ساعات تانيين لغايه بالليل. مثلا لو انا هاجي على الساعه 1 فانا لسه قدامي مثلا بتاع 9 10 ساعات على ما انام، فمحتاجه ان انا ادي لجسمي كده انرجي، او زي ما بتشحني الموبايل وبتشحني اللابتوب، انت محتاجه ان جسمك كده في نص اليوم تشحنيه. بشحنه ان انا بعمل النيدرا مديتيشن اللي هو بنام كده بريح، بحط الهيدفون واسمع على اليوتيوب الكلام بتاع النيدرا مديتيشن، يعني بس 20 دقيقة 30 دقيقة. انا ما بنامش، انا بفضل صاحية ببقى سامعة الكلام اللي بيتقال في وداني بس قاعدة مريحة، ويعني انت ولا انت صاحية في وقتها ولا بتبقي نايمة، فبتبقي في مود كده ما بين الصحيان والنوم. بس اول ما الفويس بيخلص او الفيديو اللي انت بتسمعيه بيخلص، مش الفيديو، الحاجة السمعية اللي انت بتسمعيها
بيخلص هتلاقيكي صحيتي معاها على طول، فبتحسي ان جسمك شحن. وفي نفس الوقت لان في ناس بتنام وقت الظهر، والنوم وقت الظهر ده اساسا عيلوله يعني بيتعب، مش حلو، بتحسي ان انت صاحيه من النوم مقريفه ومتضايقه وعايزه، وممكن كمان تسحبي في النوم اكتر، تنامي ساعتين، فده هيأثر على معدل النوم بتاعك او جودة النوم بالليل. فالاحسن ان انت ما تناميش فترة الظهر، انت بس بتعملي قيلولة كده اللي هي ايه، وتتأملي فيها قبل طبعا ما تنامي، بتاخدي لك 5 دقائق كده. انا دايما بفضل قبل ما تنامي بساعة بتكوني عملتي ديسكونكشن مع اللابتوب ومع الموبايل مع التلفزيون مع اي حاجة قبل ما تنامي بساعة. لو انت بتنامي مثلا الساعة 10 اعشاب، ما يكونش كوفي ولا هوت شوكليت، يعني الهوت شوكليت عشان فيها كافيين شوية واللبن بيكركب المعدة والكلام ده، فخدي حاجة اعشاب طبيعية. العسل حلو جدا قبل النوم، بيساعد في النوم وبيحط العقل في التركيز النوم يعني. فانا بحب قوي اشرب عسل نعناع بالعسل مانوكا هاني بالليل، باخد كوبايه كده دافيه واروح السرير، اقعد اعمل الروتين بتاعي قبل ما انام، بحط الكريمات بتاعتي، بعمل مساج لوشي وانا قاعده كده، بقعد اعمل مساج بالجواشة بتاعتي. كنت عملت لكم فيديو عن الجواشة هتلاقوه في سلسله دردشه بنات، هو اول حاجه نزلتها في سلسله دردشه بنات، اتفرجوا عليه واحط لكم اللينك في الديسكربشن بوكس ازاي تستخدموا الجواشة. وبقعد كده انفصل عن العالم واحده واحده، انفصل يعني بفضي دماغي زي ما بيقولوا، عشان ما اخدش اي حاجه بتفكري فيها قبل ما تنامي بتاخديها معاكي في احلامك وبتاثر على جوده نومك. فجوده النوم دي مهمه جدا، فلازم تحضري نفسك قبل ما تنامي. المديتيشن قبل ما تنامي بقى ممكن تاخدي لك بتاع ربع ساعه نص ساعه انت وزي ما بتحبي، عشان في ناس اللي بتقعد تقول ما عنديش وقت ومش عارف ايه، انت قبل ما تنامي خلاص بتحطي في ودنك السماعات وتسمعي حاجه مديتيشن قبل ما تنامي. في مديتيشن للنوم قبل النوم بيهدي الجسم ويرخي العقل، واهم حاجه بيفضي ده عشان ما ياخدش معاكي افكار وانت نايمه يقعد ياثر في النوم بتاعك. فاسمعي مديتيشن قبل ما تنامي عشان تحافظي على جوده النوم بتاعتك. تاني وصفة او تاني علاج طبيعي انصحكم ان انتوا تعملوه، حاجة اساسية، علاجات النهاردة يا جماعة اساسيات ما حدش يقدر يستغنى عنها، وهي ان انتي تلعبي رياضة، انتي تعملي جدول للورك اوت بتاعك كل يوم. لو انتي مش بتحبي الجيم، لو انتي ما دفعت اشتراك 1,000,000 مرة وما كملتيش، انا عندي اليوجا مات بتاعتي حطاها كل يوم اول ما بصحى من النوم، بقرا، اشرب حاجه دافيه، ما بحبش اشرب كوفي على المعده فاضيه، بشرب حاجه دافيه الاول. ليمون، الليمون حلو جدا خاصه الناس اللي هي في فئه ال30 زيي، الليمون حلو جدا عشان فيه غني بمضادات الاكسده، واحنا محتاجين في الفتره دي نشرب ليمون كتير عشان يحافظ على نضاره بشرتنا. فخدي لك 30 دقيقة 20 دقيقة استرتشات، انا مش بقولك اتشقلبي، اعملي يوجا فينياسا او هاسا، اعملي استرتشات سلو فلو كده، مديدي فيه جسمك، حركي المفاصل، يعني احنا مفاصلنا ما بنحركهاش في الرينج بتاعها، يعني متثبتين عندنا ستيفنس كده متشنجين، لا، حركي جسمك، خلي المفاصل بتاعتك تتحرك في كل الاتجاهات، شوية ورك اوت كل يوم مش هتاخد من وقتك حاجة. مقولة سمعتها جديدة حلوة قوي عجبتني، بيقولك sitting is new smoking، يعني القعدة هي عبارة عن زي شبه عادة التدخين، هو التدخين الجديد. يعني الناس اللي انت بتشوفيها بتدخن وتقولي الناس دي ما بتبطلش التدخين ليه، انت بطلي تقعدي، اتحركي، the power of movement، يعني قوة الحركة. لو انت مش ملحقتيش تريدي شوية تعملي يوجا، روحي الشغل ماشي. انا كل يوم انا يعني لازم على الساعة بتاعتي اقل حاجة 8,000 ستيب، بحاول اعمل ما بين 8 و10، وده فرق جدا جدا في فقدان الوزن بالنسبة لي، مع ان انا بلعب جيم وبلعب يوجا، بس انا عندي حتة فقدان الوزن والدهون مش سهلة. لقيت لاحظت ان جسمي فعلا بيفقد دهون لما بمشي او بعمل، مش عايزين بقى نسميها الكارديو، الكارديو طبعا حلو جدا وبيساعد في فقدان الوزن، بس المشي ساعدني كتير ان انا انزل من وزني او بالاخص الدهون، حسيت ان هو استهدف الدهون اكتر. فكل يوم اعملي على الساعة بتاعتك، يعني انا الساعة بتاعتي الابل بتاعتي اتكسرت، فجبت ساعة كده ب$3، والله يا جماعة يعني بصوا بتعمل كل الاوبشنات بتاعت الابل. كل يوم قبل ما انام اتاكد ان انا لازم اعمل على الاقل 8,000 خطوه. اول ما بصحى من النوم بروح اتمشى حوالين الكومباوند بتاعي 2.5 كيلو
واسمع المديتيشن. فانت ممكن لو انت بتصحي الصبح وتعملي مديتيشن خدي السماعات في ودنك وتمشي وانت بتسمعي الاوديو ده العشرين دقيقة تمشيهم. يعني انا بقول بدل ما انا قاعده لا انا اخد الاوديو واتمشى احرك جسمي اعمل شويه استرتشات وكده. تالت وصفه او تالت علاج طبيعي وهو الاكل. ما نتحججش، مش عايزين نقول اصل الاكل السوبر فود غالي، المانوكه هاني مش عارفه كيلو منها بكام، الماتشا بكام. بس 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 في حاجات كتيره 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 جدا في حياتنا صحيه ورخيصه. عندك الخيار، عندك الخس، عندك الـ يعني الـ الخضار والفاكهة متوفرين بسعر رخيص جدا. فالفكرة ان انت ازاي تختاري الاكل الصح وتبعدي نفسك عن الاكل الجنك. يعني هو جنك فود، احنا عايزين ناكل الفود مش عايزين ناكل الجنك. يعني هو جنك دي يعني حاجة كده جاية من الزبالة. فحلو من مرة للتانية كنا نفسنا هتروح فيه، اوكي كلي مره في الشهر مرتين في الشهر، بس ما يبقاش الديلي بتاعنا اليوم بتاعنا معتمد على البيتزا والبرجر والماكدونالدز. نرجع نقول هو احنا ما عناش فلوس ليه؟ ايه ده هو انا بدخن ليه؟ ايه ده هو انا ما بخسش ليه؟ هنا هو ده، هنا سيطري على ده عشان يسيطر على ده. مش معدتك هي اللي بتمشيك، عقلنا هو اللي بيمشينا وبيمشي قلبنا كمان، ده هنتكلم عنه في حلقه تانية يا بنات. تمام، العقل اقري ثقافي عبي ده معلومات. لما تحطي الاكل كده قدامك تمام، شوفي الفلفل الالوان ده عباره عن فيتامين سي، اللحمه والفراخ بروتين، الكربوهيدرات الصحيه، بتختاري كل حاجه. فاحنا ما بنعبيش بقنا وبطننا والكلام ده، احنا بنغذي جسمنا عشان جسمنا يساعد عقلنا يبقى powerful، يبقى قوي، نقدر نستخدم عقلنا بنشاط. فعشان نبقى الناس ناجحين، الناس ما نبقى الشبه اللي حوالينا ونحقق احلامنا واهدافنا. فاحنا جسمنا ده احنا بنغذيه عشان يساعدنا ان احنا نحقق احلامنا ونبقى جسمنا حلو ونشاطه ومش كسلانين. وشوفي اي حد كده متبع لايف ستايل صحي، تلاقي الانسان ده نسبه الذكاء عنده اعلى، تلاقي الاكتيفيتي بتاعته عاليه، نشيط كده وتحسيه فاير ورايح وجاي. تخيلي بقى واحده تانية قاعده تاكل بيتزا على برجر على على على، قاعده كده كسلانه بتتفرج على التلفزيون. يعني هي بتاكل بيتزا وبتتفرج على التلفزيون، يعني بصوا يعني قله ادب فوق ما لا توصف يعني. لكن الانسان النشيط هتلاقيه بياكل سلطه مع صدور فراخ وبيتحرك. فاحنا مش عايزين نبقى شبه الناس الكسلانه اللي قاعده كده مكرشه ومدهننه، احنا عايزين نبقى ناس ناجحين، عايزين نبقى فايري كده ونحقق احلامنا واهدافنا. فلازم نبقى اذكياء زي ما احنا بنحاول نبقى اذكياء بعقلنا، لا احنا نبقى كمان اذكياء في تغذيه جسمنا، لان جسمنا ده اللي بيساعدنا نحقق اهدافنا. رابع وصفة او علاج طبيعي وهو النوم. النوم مهم جدا 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 يا بنات، خاصة في اوقات معينة من الشهر كبنات بننام اكتر. بس المعدل اللي احنا بننام 7-8 ساعات كل يوم، مش اي نوم، نوم بجودة عالية جدا. زي ما قلنا قبل ما ننام بنعمل روتين قبل ما ننام، بنبعد عن الانترنت او اي حاجة بالسوشيال ميديا او التلفزيون او اللابتوب او الموبايل، بنعمل ساعة كده قبل النوم، بندلع جسمنا، بنحط الكريمات بتاعتنا، بنقرا حاجه خفيفه مش حاجات مخيفه، ميوزك هاديه، قفلي النور بتاع الاوضه عشان هرمون الميلاتونين بتاعنا يطلع، ده اللي بيحافظ على سلامه المخ والذاكره. فلازم الاوضه بتاعتنا تبقى كلها النور بتاعها يعني قافلين الاضاءه، ما نبقاش في تلفزيون تخ 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 قدامنا كده وعينينا واكشن وساوند افكت وحاجات من دي كلها. فما انصحش طبعا ان يكون في تلفزيون في اوضه النوم، ما انصحش ان يكون في تليفون او لابتوب في اوضه النوم. خلي السرير اوضه النوم للنوم، هي معروف اوضه النوم انت بس بتروحيها عشان تنامي على السرير. فبتبعدي عن اي تكنولوجي، بتبعدي عن الانترنت، بتبعدي عن الموبايل وكل حاجه عشان تهيئي نفسك للنوم. وقلنا ناخد على الاقل من 5 دقائق ل10 دقائق لنص ساعه ما تحبي نعمل فيها تامل، لان جوده النوم اعرفي كده لما بتنامي كويس بتصحي تاني يوم مودك زي يعني تبقي زي العسل كده، مبسوطه وفرفشه وتحسي ان انت عندك طاقه ونشاط ان انت تبقي
تبقي اكتف في اليوم اللي بعديه. خامس وصفة او خامس علاج طبيعي وهي الريليشنشيب، العلاقات. زي ما قلنا مليون الف مرة، يعني الناس اللي حواليكي اختاريهم كويس جدا. ابعدي ناس عن حياتك وقربي ناس من حياتك، وفي ناس هتبقى في النص، فلازم يبقى حواليكي كده ثلاثة زون، ناس مقربين ليكي قوي وما يبقوش كتير عشان ما يعملوش دوشة يعني اوكي، وناس ابعد شوية وناس بعيدة قوي يا دوبك كده هاي باي سلام والكلام ده كله، او معارف بصفة عامة. اعرفي ان الناس اللي انت بتقضي معاهم وقت كتير جدا هم الناس اللي انت بتبقي زيهم او شبههم. يعني لو قاعده مع ناس كسلانه بتاكل بيتزا بتتفرج على التلفزيون، هتقضي وقت مع ناس كسلانه بتاكل بيتزا قاعده قدام التلفزيون. لكن لو انت قاعده مع قدام ناس ناجحه اكتف، واحده مثلا صاحبتك رحتوا كافيه او رحتوا مكان طلبت سلطه، انت هتطلبي بيتزا؟ لا، هتطلبي سلطه. فلازم يعني تختاري بعنايه جدا الناس اللي حواليكي، خاصه الناس المقربين في اول زون ليكي، لازم تختاريهم بعنايه جدا، لانهم بيأثروا على افكارك، بيأثروا على عاداتك، بيأثروا على دماغك، بيأثروا على البادي لانجوج، بيأثروا على اللانجوج بتاعتك اصلا. فلازم تختاريهم بعنايه، فتاخدي دايما التوب الناس اللي انت تحسيها ناجحه في حياتها، ناجحه في البيزنس، ناجحه في الرياضه، ناجحه في الفتنس، ناجحه في مجال انت بتحبيه، حاولي تقربيهم منك وتبقي يعني تقربيهم لاقرب زون ليكي عشان تكتسبي منهم الحاجات الحلوه. ولو انت ما لقيتيش الشخص الناس اللي هي تاخدك للطريق الصح، او الناس اللي هي الناجحه، او الناس اللي هي الشاطره، او 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 انت خليكي الشخص ده، وخلي الشخص ده ليكي لنفسك. يعني لو انت ما لقيتيش حد يروح معاكي جيم، روحي انت الجيم. لو انت ما لقيتيش حد بيحب القرايه، جيبي كتب واقري. صاحبي نفسك، انت مش محتاجه حد، انت كفايه. change your brain change your life. دايما خلي بالك من الانرجي فامبايرز، الناس اللي عارفه الفامباير، في ناس كده مستهلكين للطاقه وياخدوكي تحت. ابعدي عن الناس دي، خليكي جنب الناس الحلوه. ما لقيتهمش، انت خليكي لنفسك كفايه، انت مش محتاجه اي حد. سادس حاجه وهي الاخيره، علاج طبيعي. انتوا بقى اختاروا انتوا عايزين، عايزين من تمارين التنفس، عايزين من ان انتوا تشربوا مية كويس وتبقوا هيدريتد طول الوقت، عايزين تضيفوا التايم مانجمنت، تنظيم الوقت. ودي من الحاجات اللي فرقت معايا جدا، لان انا كنت بحس ان انا على اخر يوم ما بلحقش اخلص كل التاسكات اللي انا عايز اعملها. بس لما بدات اعمل تايم مانجمنت، ان انا اعمل تايم بلوكينج من الوقت ده للوقت ده، انا بعمل الحاجه دي. طب لو الوقت ده عدى خلاص، هعمل التاسك اللي بعدها اللي انا محدداه من الوقت ده للوقت ده. عايزين تضيفوا الاوديو بوكس. يعني الاوديو بوكس من الحاجات اللي فرقت معايا جدا في حياتي، يعني استغليت وقتي بشكل كبير جدا، ساعدتني ان انا اكثف من طاقتي. يعني عارفه كده لما تعملوا حاجتين في نفس الوقت، فيبقى عندكم وقت اكتر لنفسكم. الاوديو بوكس دي يعني يا جماعه من اروع حاجه في الحياه. طبعا الكتب الورقيه ليها طعمتها وحلاوتها وقعدتها كده، وان انت تمسكي كتاب وتحضنيه. وانا دايما بقرا كتب ورقيه الصبح، بس لما بتمشى بتحرك بعمل اي حاجه بحب اقعد اسمع كورسات اوديو بوك. دي برضو فادت حياتي كتير جدا، او غيرت من نمط حياتي كتير. ممكن تضيفي برضو الحاجات، او الحاجات اللي انا قريتها مؤخرا مهمه جدا، ان احنا دايما بنركز على الحاجات اللي احنا مش عايزينها والحاجات اللي احنا مش عندنا. فبدل ما تركزي على الحاجات اللي مش عندك والحاجات اللي انت مش عايزاها، لان هي هتجيلك بطاقه الجذب، ركزي على الحاجات اللي انت عايزاها، وركزي على الحاجات اللي هي عندك عشان يجيلك اكتر من الاتجاهين. فسادس حاجة قلنا اللي هي الاكستراز، يعني انت بقى شوفي انت عايزة تضيفي في البند السادس ده ايه اكتر حاجة مثلا مهمة بالنسبة لك، او فرقت لما انت ضفتها في حياتك فرقت كتير جدا. فالبند السادس او العلاج السادس او الوصفة الستة الطبيعية، اكتبوها، اكتبوها لي في الكومنتات هي ايه بالنسبة لكم. انا بالنسبة لي كذا حاجة زي ما قلنا، ممكن تكون الاوديو بوك، ممكن تكون السبا، ممكن تكون ان انا اركز طاقتي على او اركز على اللوك اوف اتراكشن بتاعي رايح فين، اركز على الحاجات اللي معايا، اركز على الحاجات اللي انا عايزاها. ممكن تكون ان انا اشرب مية كتير، لازم مش اقل من لترين مية في اليوم، اهتم بالمنتال هيلث بتاعتي. ممكن تكون الفلوس، ازاي يكون معايا فلوس كتير والبزنس. فانتوا اكتبولي بالنسبة لكم العلاج السادس او الوصف الستة هي
ايه كانت اهم حاجه بالنسبه لكم وغيرت وفرقت معاكم في حياتكم. اتمنى الفيديو النهارده يكون مفيد بالنسبه لكم واستفدتوا حاجات كتير كتير. ولو فعلا الفيديو فاتكم يا ريت تشيروه ما بين اصحابكم البنات عشان نعمل كوميونتي كده بنات حلوين مع بعض، نشجع بعضنا ونرفع من بعض من نفسنا كده لفوق مع بعض كلنا. ما تنسوش تتابعوا ستوريهات على الانستجرام بجد يا جماعه، انا يعني متاكده ان هي هتفيدكم جدا لاني دايما بنزل وصفات صحيه حياه صحيه، بنزل معلومات كتير جدا عن اليوجا وازاي فرقت في حياتي النفسيه. فهعمل له هسيب لكم اللينكات كلها في صندوق الوصف تحت. ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام ودايما تشاركوني ارائكم وتكتبوا لي في الكومنتات، ولو عندكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتات هنا او على الانستجرام ابعتوا لي. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.